طيب هرجع بالسؤال لأستاذ حازم. يعني احنا خلينا نقول انه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمكن نقطة قوتها هي الاختلاف في الأيديولوجيات والاختلاف في الخلفيات، دي نقطة القوة. بس عشان نقدر نوصل لنقطة القوة دي كان لازم في آلية عمل كبيرة جدا عشان صحيح الاختلاف مهم جدا، ولكن فكرة أو ثقافة إدارة هذا الاختلاف صعبة. إزاي قدرتوا تحققوها؟ في البداية فندم، هو شعار التنسيقية هي سياسة بمفهوم جديد، فنقطة الأساس اللي عند عمل وضع أي استراتيجية هو تحديد الهدف. والهدف من اللي احنا من تنسيقيه شباب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هو تقديم سياسه بمفهوم جديد زي ما الشعار عندنا ما بيقول، وهو تنحيه جميع الخلافات زي ما زميلتي ايمان كانت بتقول، تنحيه جميع الخلافات ووضع مصلحه الوطن فوق كل شيء. انا مثلا عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب المصريين الاحرار، ويمثل الراسماليه واليمين والليبراليه، موجود معانا في التجمع والنور ومختلف الاحزاب اللي هي تناقض المصريين الاحرار الايديولوجيه والبرامج بتاعتها. ولكن عند الجلوس مع بعض في مائده حوار سواء على الملف الاقتصادي او الملف الدولي، احنا الاثنين بنوصل لحاجه واحده، لان احنا الاثنين مش باصين على برنامج حزبي او على الوصول اللي احنا عايزين نعمله في الوطن. احنا بنبص على الوطن، وهي ده الاساس اللي احنا هو عهد احنا اتفقنا عليه مع بعض، هو اتفاق وهدف احنا الاثنين حاطين علينا عليه، ان الجمهوريه الجديده وزي ما كنا بنتكلم والحوار الوطني والكلام ده كله يبقى مصري باوراق سياسيه ناجمه عن برامج الاحزاب دي، بس فيما لا يتعارض مع مصلحة الوطن. وده كان نقطة الأساس والانطلاق. وزي برضو ما زميلتي إيمان، أنا باخد منك كتير أستاذتي طبعا على حتة العمل الاستراتيجية التنسيقية أعلنت عنها في أواخر السنة اللي فاتت، على حتة العمل بشكل المنتديات بيسري الفكر، زي منتدى شباب العالم والمنتديات اللي بتحصل في غرف العمل والمناقشة أهم الملفات وكام، فبندي فرصة أكتر في المنتديات إن احنا نسمع للأعضاء بتوعنا، وما بنسمع احنا بناخد من هنا ومن هنا ومن هنا، ونقوم صايغين في الاخر ورقه واحده طالعه سياسيه بتنم فعلا عن جميع طوائف الشعب، مش بتنم عن ايديولوجيه واحده او برنامج حزبي واحد او سياسي واحد. حتى في العضويات او طلبات العضويه اللي احنا بنقدمها في الشباب السياسيين مش الحزبيين بيقدموا اوراق عمل، ويمكن هنا دي نقطه مهمه جدا جدا، ان احنا يعني كل الناس ممكن المهتمين بالشان العام ان هم يقدموا اوراق العمل اللي بتجيلنا في التنسيقيه مع طلبات العضويه، اوراق حلوه جدا. طب الناس دي مين المظله اللي بتسمح لهم ان يخرجوا الكلام اللي اشراكهم في الحياه السياسيه؟ الحمد لله هي تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. كانت هنا نقطه الانطلاق، وضع مفهوم جديد، وضع استراتيجيه ملائمه للعدد بتاعنا والايديولوجيات بتاعتنا والبرامج بتاعتنا، واتاحه الفرصه ان الكل يتكلم بلا فرق. ما بس قلت ورقه العمل، ممكن توضح لنا ورقه العمل دي عبراني بشكل اكبر توضح لسادة المشاهدين؟ هو مثلا احنا لسه مطلعين ورقه عمل اخيره عن الازمه الاقتصاديه العالميه واثار التضخم والتضخم الموجود في الدول المختلفه، والتنسيقيه اعلنت عنها في البارح واول البارح، على اللي احنا واخدين بالنا ان في ازمه اقتصاديه خانقه على مستوى العالم، ويمكن اشتغلنا عليها في المنتدى الدولي وفي منتدى السياسات العامه، على ازاي احنا نشرح للشعب المصري كشباب لغتنا بسيطه سهله، بنحاول نشرح ايه اهميه الازمه الاقتصاديه، ايه اسبابها، يعني ايه تضخم، يعني ايه سلاسل الامداد والغذاء، يعني ايه سله الغذاء، ان كل تحركات الدوله المصريه اللي قامت بيها في الفتره اللي فاتت احنا مسابقين دول كتير جدا، زي مثلا رفع الفايده وقرارات البنك المركزي. العالم كله في خلال اليومين اللي فاتوا واخرهم البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفايده واول مره من 94، فاحنا اخذنا الاجراءات دي من ايام كوفيد وكورونا والكلام ده كله، فاحنا قدرنا نوصل بمصر الى الحاله اللي احنا فيها حاليا، وده احنا حاولنا نشرحه بفيديوهات بسيطه وانفوجراف بسيط طالعه من شغلنا في المنتديات باوراق العمل اللي متقدمه من جميع الاعضاء وجميع المنتديات. طيب استاذ حازم، لو يعني احنا اتكلمنا ربما على ملفات كتير، المواطن بقى هل كان في التحام او المواطن حس بتجربه شباب الاحزاب والسياسيين؟ يعني لو اتكلمنا على شان الدبلوماسي فده شان ربما يخص يعني زي ما بيقولوا كده اصحاب اليقات البيضاء. لا انا هنزل الشارع، نزلتوا الشارع فين؟ اثرتوا ازاي؟ تلامستوا مع قضايا ليها علاقه بالخبز بالتموين؟
هاخد برضو من كلام زميلتي ايمان. احنا يعني في اول حاجه بالتلامس وصل بينا ان في زياره حصلت من اعضائنا في المحافظات الحدوديه واعضاء من باقي المحافظات. رحنا حلايب وشلاتين، نزلنا اتكلمنا مع الناس هناك، سمعنا للمشاكل اللي عندهم وطلباتهم ايه والكلام ده كله، وعملنا زياره الاسكندريه والبورسعيد والبني سويف. في زيارات بتتم من اعضائنا ونوابنا و هي الفكره ببساطه ان التنسيه في حاله من التلاحم مع المواطن، واعتقد ان ده كان واضح جدا. يمكن اربع سنين حصاد التلامس ده حصل فين؟ انت ابرز المبادرات اللي قامت بيها التنسيقيه، بدايه من مبادره الوعي امان وتوفير المستلزمات الطبيه، مبادره البلطو الابيض، وكانت مقترح في حاله القصور في الاطباء ان يكون في خريجين لاخر سنه مؤهلين ومدربين على ان هم ينزلوا المستشفيات في الجائحه. كمان الاهتمام بالاطقم الطبيه من خلال مبادره سك العمله، بان يكون لنا مجموعه العملات، ودي اتنفذت بالفعل بعد ما بقي لنا يعني ادوات رقابيه في البرلمان، ويمكن احد زملائنا في مجلس الشيوخ اقترحها، وبقي فعلا الكينز ما عليه صور ابطالنا من الاطقم الطبيه. كمان حاليا مبادره حمله سواء نعديها، اللي بنتكلم فيها عن الازمه الاقتصاديه وايه الاليات اللي ممكن يبقى فيها خروج منها والمساعده وتوضيح للمواطن. كمان اشتغلنا على فكره التوعيه بشكل كبير جدا، اشتغلنا في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، الاوراق والعمل والسياسات اللي بترصد مجمل التحديات، المنتديات، ودي فكره ان احنا بنشتغل على كل القضايا سواء كانت اجتماعيه اقتصاديه في سياسيه، كلها بنعمل ليها اوراق سياسات، وفي النهايه بنطلع منها بمخرج يبقى موجود في الشارع. يعني من ضمن المنتديات مشروع العداله الثقافيه، ده مخرج من مخرجات اللي هي المنتديات، فهي حاليا بتتنفذ على محاور متعدده زي محور المحو الاميه، زي محور قصور الثقافه ان يبقى في عمليه تنميه فيها، ويمكن ده بيتحرك بزيارات ميدانيه زي مكافحه الادمان، زي اطفال الشوارع. الحاجات دي بيبقى فيها اوراق سياسات بتتحرك من ورش عمل، بيبقى في مجموعه الشباب اللي داخل التنسيقيه، بنشتغل الموضوع على مراحل، بيبقى في دراسات ورش عمل مع اعضاء من داخل التنسيقيه متخصصين في هذا الموضوع، وكمان ضيوف من المتخصصين في هذا المجال من مؤسسات مجتمع مدني او من اصحاب الشان في هذا الامر. كمان بنتحول كمان لجلسات بنتناقش فيها مع الجهاز التنفيذي في هذا الامر، وبعدها احيانا بنوصل ان احنا لعقد بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين جهات علشان نقدر ننفذ الموضوع ده في الشارع، وده يمكن يتكرر اكتر من مره. وعندنا مجموعه من البروتوكولات اللي عملتها التنسيقيه ليها مردود في الشارع بصوره قويه، فالتلاحم واضح من خلال الطلبات الخدميه اللي بيقدمها نواب التنسيقيه سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ للمواطنين، من خلال زي ما بقول لحضرتك الدراسات الميدانيه، الزيارات الميدانيه اللي احنا بينزلوا فيها زمايلنا وكمان معاهم اعضاء التنسيقيه في هذا المجال.